من رام الله ينضم إلينا مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح والمتحدث باسمها عبد الفتاح دولة. أهلا بك أستاذ عبد الفتاح إلى هذه النشرة. أبدأ معك من الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل على شاشة العربية، والذي يقول نقلا عن أكسيوس بأن مسؤولا أمريكيا كبيرا يتحدث عن أن المقترح المطروح بشأن إنهاء الحرب وتبادل المحتجزين أصبح جاهزا للتنفيذ، هل هذا صحيح؟ تحياتي لك بداية وللمشاهدين الكرام. هو يكون صحيح إن كانت أمريكا جادة في ذلك، لأنها الوحيدة باعتقادي القادرة على إجبار نتنياهو بالانصياع إلى مقترحات الوسطاء والوصول إلى اتفاق حقيقي، لكن دائما أمريكا تقف في صف الاحتلال وفي موقف ومع موقف نتنياهو، ونتنياهو لم يبدي أي استعداد واضح لأنه معني بالوصول إلى اتفاق وإلى وقف لإطلاق النار. حتى عندما بعث بوفده للتفاوض لم يعطيهم الصلاحيات كاملة. لكن إن كان هذا الأمر صحيح، هو ما نريد فلسطينيا، هو ما نريد عربيا، وهذا ما يريد العالم، أن يتم وقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام. لكن تصريحات حماس هي مغايرة تماما للموقف الأمريكي، ولا أعرف إن كانت هي مواقف ثابتة أو مواقف جاءت في غير هذا أوانها، بالضبط ما أو كنت كان سأستفسر مطلوب أن ينتظروا أكثر. لكن عنه. نحن أمام هل وارد أن يكون تماما لحماس تصريحات مع الذين يقود أو الوسطاء غير التصريحات العلنية التي تخرج على وسائل الإعلام؟ نحن لنا بما استمعنا له، لكن أن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وتقول أن هذا إعلان ليس لا يعبر عن موقف جدي، لا نعرف إن كان هناك شيء ما حصل أثناء المفاوضات. نحن لنا في الظاهر، إحنا مشكلتنا مع الموقف الأمريكي، نحن نثق بالموقف العربي حقيقة، لأننا نرى في موقف مصر وفي موقف قطر أيضا الأشقاء أنهم معنيون بالوصول إلى اتفاق، لأنهم يفكرون بالمصلحة الفلسطينية ويريدون وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني. أما الموقف الأمريكي لها حسابات أخرى، وهي لن تزعل نتنياهو ولا تزعل دولة الاحتلال. اليوم لماذا الولايات الحسابات المتحدة تسوق وكأنه الاتفاق أصبح جاهزا للتنفيذ؟ على ما مبني هذا التفاؤل؟ فيما لو طبعا عطفناه إلى ما قاله مسؤولون إسرائيليون كذلك بأن العمليات العسكرية في غزة انتهت، وتم رفع هذا من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، أنه لن يصار إلى القيام بعمليات عسكرية أخرى إلا إذا كان هناك معلومات استخباراتية تستدعي هذا الموضوع. هل تعتقد أن هناك فعلا شيئا ما تغير يبرر هذا الإفراط بالتفاؤل الأمريكي؟ كتحليل سأتحدث في ذلك، إما أن هناك فعلا تقدما إيجابيا كبيرا في المفاوضات التي تمت في قطر وستستأنف في الشقيقة مصر كذلك، أو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تقول بأني وصلت إلى مقربة من الاتفاق، لكن حماس من أعاق ذلك الاتفاق. هل إن كان ذلك صحيحا أم غير صحيح، نحن لا نثق بالموقف الأمريكي. لكن هناك موضوع من المهم الإشارة إليه موضوعيا وليس من باب الاتهام. مشكلة أن يفاوض في الشأن الفلسطيني العام فصيلا، لأن مصلحة الفصيل ستكون حاضرة، وبالتالي هذه إشكالية. ثانيا، نتنياهو يفاوض هذه المرة وهو يعتقد أنه يفاوض من منطق قوة، وأن المفاوضات تتم تحت النار، وأنه يجب أن يفرض شروطه، وبالتالي هذا لربما يجعل الموقف الفلسطيني ضعيفا أمام موقف تعبر عنه أمريكا بشكل واضح وتقول أننا على مقربة من الاتفاق. ماذا تفعلون أنتم بهذا الصدد؟ هل تحاولون أن تلعبوا دورا أساسيا في هذه المفاوضات؟ هل تتواصلون مع الوسطاء لكي لا تطغى مصلحة فريق على الآخر؟ بكل تأكيد، ولذلك أنا أقول بأن وجود مصر وقطر هو مريح لنا أكثر من وجود الطرف الأمريكي، على اعتبار أنهم يتبنون الموقف الفلسطيني وليس الموقف الحزبي، ونحن جميعا متفقون اليوم على أننا نريد فلسطينيا أن يتوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني، أن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من أن تمارس دورها كاملا في إعادة الحياة والإعمار إلى قطاع غزة،
أن نتمكن من العودة إلى اتفاق 2005 في أن السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولة عن إدارة معبر رفح ومسؤولة عن الشأن الفلسطيني، وأن تتمكن الحكومة الحالية حكومة التكنوقراط أن تمارس دورها حتى نعيد الحياة إلى قطاع غزة. لذلك هناك انسجام نعم مع الوسطاء، وهم حريصون على أن يكون المطلب الفلسطيني ليس مطلبا حزبيا وإنما مطلبا يتعلق بالشأن الفلسطيني والمصلحة الفلسطينية العامة، وأعتقد أن الوسطاء يتحدثون بذلك نعم مع حركة حماس. ومن المهم أن يكون الموقف نعم جماعي سواء كان من حركة حماس، من السلطة الوطنية الفلسطينية، من حركة فتح، من الكل الفلسطيني، وأن ينسجم مع نعم الموقف العربي الذي يسعى لوقف هذا العدوان. شكرا جزيلا لك، مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح والمتحدث باسمها عبد الفتاح الدولة، شكرا لك.